مزيد من الاستقراء والتحليل بينضم إلينا من لاهاي فادي العبد الله المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية. سيد فادي، أرحب بك عبر منتصف النهار، ونحن الآن نتحدث عن هذه الهدنة. ما مصير الملاحقات القضائية والجنائية لنتنياهو وأيضا ليوف جالنت؟ الملاحقات القضائية التي يعني أصدر بها القضاة أوامر بالقبض على 3 أشخاص، السادة نتنياهو وجالنت، هي موضوع قانوني قضائي وليست متأثرة بقية اعتبارات سياسية، بالتالي المواضيع السياسية لا تؤثر على سير العدالة التي لديها مسارها الخاص. وعندما تصدر أوامر القبض عن قضاة المحكمة فهم وحدهم من يستطيعون سحبها إذا كان هنالك سبب قانوني لذلك، وهي حتى لا تسقط بمرور الزمن أو بالتقادم. نعم، أتحدث الآن عن ليس عن فكرة الربط الشرطي ما بين الهدنة ضيف الكريم وما بين هذا القرار، ما أتحدث عنه كيف سيتم تنفيذ أو ملاحقة أو تم تجريم نتنياهو وأيضا اثنين آخرون معه في صدة الحكم أو في الطبقة السياسية، كيف سيتم تنفيذ هذه يعني الادعاءات التي طالبت بإيقافه على خلفية الإبادة الجماعية؟ يعني أولا إذا سمحت لي بأن أوضح، نحن لم نصدر حكما بل نحن في المرحلة التمهيدية. أصدر القضاة أوامر بالقبض على هؤلاء الأشخاص بمعنى أنهم اعتبروا أن هنالك أسباب معقولة للظن بأنهم ارتكبوا هذه الجرائم وبأن من الضروري أن يدافعوا عن أنفسهم أمام القضاة وهنالك حقوق دفاع محفوظة لهم، فهو بالتالي ليس إدانة. والجرائم أو التهم التي هي متضمنة في أوامر القبض الصادرة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. جرائم الإبادة الجماعية لها تعريف خاص وفقا للنظام القانوني وهي ليست داخلة في هذا الإطار. مسألة تنفيذ أوامر القبض، المحكمة طبعا تعتمد على دعم وتعاون الدول الأعضاء في نظام روما. الدول غير الأعضاء يمكن التعاون بشكل طوعي، أما الدول الأعضاء فلديها التزام قانوني وفقا للفصل التاسع من نظام روما الأساسي الذي صادقت عليه هذه الدول الأطراف، وبالتالي عليها التزامات قانونية تجاه المحكمة. نعم، يعني بالنسبة لاتفاقية روما يعني بنرى بأن هناك حصانة لمن هو في منصب سياسي، فبالتالي يعني تبقى لما ذكرت بأنه تعول على اتفاقية روما، هل بتعتقد بأن نتنياهو معفي من الملاحقة أو حتى من المساءلة القضائية في الجنائية الدولية؟ المادة 27 من نظام روما الأساسي توضح أن لا حصانة لأي شخص من الملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون للمحكمة شروط الاختصاص متوافرة. وموضوع الملاحقة القضائية إصدار أوامر بالقبض هو بحد ذاته إثبات على أن مسألة الحصانة هي مسألة يعني محددة في نظام روما بأنها لا تدخل في عين الاعتبار عندما ينظر القضاة في مسألة الملاحقة القضائية. طب جزء مهم طبعا أن يكون هناك غياب تام للحصانة، إذا كان هناك مدان حقيقي لماذا لم يمتثل نتنياهو أمام محكمة العدل الدولية أو حتى الجنائية، أو فكرة أن يقر أو لا أو ينفي حتى ما فعله في غزة وبالتبعية لبنان؟ هناك عدد من النقاط هنا. مثل العدل الدولية محكمة مستقلة عن المحكمة الجنائية الدولية ولها اختصاصها الخاص بها. بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية هنالك أوامر بالقبض صدرت، وبالتالي المحكمة تعتمد على دعم الدول الأعضاء لتنفيذ هذه الأوامر. موضوع لبنان هو موضوع مستقل لأن المحكمة ليس لديها اختصاص في شأن لبنان. في شأن فلسطين هنالك ولاية قضائية واختصاص للمحكمة لأن فلسطين دولة انضمت إلى نظام روما وبالتالي تشملها الحماية القانونية من المحكمة، أما لبنان فهو لم ينضم إلى هذه المعاهدة.